عليكم يا شباب. في البداية يا إخوان، هذه قائمة البرنامج. أنا يهمني من البرنامج ما يروت، أدخل عليها. طبعا هذه القائمة، كيف أحذفها؟ أحذفها من فوق. في البداية طبعا أنت ما راح تحصل ولا شحنة موجودة هنا، تدخل عليها تلقى هذه الأيقونة اللي هي علامة التشغيل، تضغط عليها تطلع لك جميع الشحنات اللي موجودة عندك. طبعا الشحنات اللي موجوده يا شباب بتكون متسلسله برقم تسلسلي ورقم الشحنه. يعني زي كذا، رقم واحد ورقم الشحنه، رقم واحد اثنين رقم الشحنه. طبعا لو ادخل على اي طلبيه من الطلبيات هذه او الشحنات هذه القى تفاصيل فيها. هنا ايقونه واتساب، وهنا اتصال اقدر ارسل للعميل واتساب دايركت. ينحفظ طبعا رقم الشحنة، اسم العميل برقم الطلبية والرقم التسلسلي. أرجع للتطبيق مرة ثانية. كيف أسوي عملية أو تحديث الطلبية اللي عندي بالتوصيل أو عدم التوصيل؟ في البداية يا شباب هنا أضغط، هنا عندي ثلاث نقاط فوق، أضغط عليها تطلع لي كلمة not delivered و delivered. هذه المهمة اللي أنا شغال عليها، يا عدم توصيل أو توصيل. عدم توصيل أضغط عليها وأروح أختار الطلبات. طبعا هنا في عنده الليلي، الوضع الليلي، وهذه مشكلة دائما تواجه الشباب. لو ما ظهرت لك القائمة ترجع مرة ثانية. تضغط على not delivered، تظهر لك الأسباب. طبعا الأسباب كثيرة، address change يعني تغيير الموقع، والباقي الأسباب يعني العميل غير عنوانه، close and arrived يعني وصلت عند العميل وما رد عليك، future delivery يعني هنا مثلا تأجيل، correct phone number يعني رقم غلط، mobile close يعني رقم الجوال مسكر، no answer يعني العميل ما رد، not home يعني العميل مو موجود، refused يعني العميل رفض الطلبية. تختار أي طلب منهم وتسوي حفظ. بالنسبة للتوصيل يا شباب تضغط على كلمة delivered، عندك خيار واحد اثنين ثلاثة، خيار واحد اثنين ثلاثة. الخيار الأول تسوي فيه سكان، تضغط على كلمة باركود سكانينج. طبعا هنا لازم تغطي على الباركودات هنا كذا، شوفوا لما ينزل تحت معناته أنت سويت سكان كذا مضبوط. بعدين تروح الخيار الثاني وتحط رمز التسليم، إذا طلع اسم العميل تحت رمز التسليم صحيح، إذا ما طلع تأكد من رمز التسليم. بعدين هنا عندي الأيقونة اللي فوق مكتوب سيف، أسوي لها عملية حفظ وبكذا انحفظت الحفظ.